أحمد مطر، مانجينج دايركتور بلافاميليا انتيريور أو لافاميليا ليفينج. المعرض كان كتير حلو، كتير انبسطنا من المشاركة، من المشاركين يعني، كان في تفاعل بيننا وبين العالم، وخاصة لأنه نحن البرودكت اللي عم نعرضه هو برودكت بيساعد سوليوشن لكل شيء بالبيوت، سو حبينا نفرجي هيدا البرودكت، والعالم كانت عم تنبسط فيه لأنه عملي ببيوتهم، سو كان في إقبال كتير منيح يعني.